أيها الحذو الكريم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نرحب بكم مع انطلاقة الشوط السادس بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية لمنافسات وتحديات الكبار، ومع انطلاقة سن الزمول ومسافة 6 كيلومترات وحضور شعارات أبناء القبائل، شعارات أبناء الدول مجلس التعاون. فمرحبا بجميع الأخوة الحاضرين والمشاركين والمتابعين عبر شاشة قناة الريان الفضائية وعبر بث حي مباشر لهذه الانطلاقات لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، مع انطلاقات مسافة 6 كيلومترات لهذا السباق المحلي الثالث للمرحلة الثانية وليومنا الثالث الخاص مع انطلاقات الكبار. لنبدأ معكم وبحضراتكم واصفين لكم النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، ونرى أول الأسماء من يفتتح النداء: عواد لمحمد بن هزاع بن نايفة الهاجري، من يقدم لنا تحديات عواد على المركز الأول. هذا عواد المعتاد بهذا الشعار الذي اعتاد عليه الجماهير بتقديم الانطلاقات والأسماء المميزة. لنرى ونتابع الأسماء القادمة والحاضرة. وعلى المركز الثاني يتواجد لزام لسعيد بن فهد بن صقر بن راشد المريخي. والمركز الثالث نتابع من الجانب الأيمن القادم والمتسلل إلى المرتبة الثانية، يتواجد سراب لأحمد بن محبوب بن مسعود الرمزان النعيمي. وعلى المركز الثالث من تأخر لزام بشعار سعيد بن فهد بن صقر المريخي. والمركز الرابع نتابع بهذه الانطلاقة وبهذا الحضور الباسل لعبد الرحمن بن هلال العذبة المري، من يتقدم شعاره على المركز الرابع والمركز الخامس. وصول مشاهدينا الكرام من قبل المتواجد والحاضر زعفران لمشرش بن سعيد الخيارين. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة، هذه الأسماء الحاضرة والمتنافسة. لنعود بحضراتكم والعود أحمد إلى عواد المتواجد على المرتبة الأولى. هذا هو عواد من ينطلق ويقود الأسماء ويسيطر على البداية ليكون حاضرا مع المقدمة وقائدا لهذه الشعارات، وحاملا للواء شعار محمد بن هزاع بن نايفة المركز الأول المركز الثاني. هذا الخطير المتواجد والمنطلق سراب أحمد بن محبوب الرمزان النعيمي، شعار محبوب بالانطلاقات ومحبوب بحضوره دائما مع انطلاقات الكبار، ليتقدم دم سراب على المركز الثاني. المركز الثالث نرى القادم عجب ناصر بن عبد الله المسند، من يقدم لنا انطلاقات المميزة والانطلاقات الجميلة العجيبة، ليتواجد عجب على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع شعار بن هلال، من يقدم لنا الباسل، عاشق سلالة الباسل بن هلال، من يقدم لنا تحديات. المركز الرابع ليتواجد معنا عبد الرحمن بن محمد بن هلال العذبة. المركز الخامس يصل مشاهدينا الكرام راحي لعلي بسالب بن مهيرة المري، من يقدم لنا هذا الانطلاق الراهي وهذا الانطلاق الزاهي من قبل شعار بن مهيرة الحاضر على المركز الخامس. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواتدة، مع انتصاف المسيرة ومع انقضاء أول 3 كيلومترات من عمر هذا الشوط. لنبدأ معكم وبحضراتكم بفتح سجلات جديدة مع 3 كيلومترات المتبقية من مجريات هذا الشوط. لنعود إلى عواد الحاضر مع البداية ومع المقدمة.
عواد تعود ملكية لمحمد بن هزاع بن محمد النايف على المركز الأول، لكنني أرى الأسماء الغادمة، الأسماء الآتية، الشعارات بالمغربة من بعضها البعض في ملحمة من هذه الشعارات الحاضرة. شعار المسند قادم على المركز الثاني ليقدم لنا عجب ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند الثانية والمركز الثالث يصل سراب لأحمد بن محبوب رمزان النعيمي. المركز الرابع أتابع قدومه وصول من قبل مبلش عبد الرحمن بن محمد الجربوع المري من يتواجد. شعار المصرقع على المركز الرابع بهذه اللحظات، ومع رابع التحديات المركز الخامس يتأخر الباسل بشعر عبد الرحمن بن محمد بن هلال العذبة. هذا هو النداء مشاهدينا الكرام، هذه الأسماء والتحديات، لكننا نترقب قدوم أسماء حاضرة خلف النداء مع هذه المنافسات، فلما لا ونحن مع مسيرة الكبار، الكبار بتحدياتها، الكبار بانطلاقاتها، وهذه الشعارات المميزة بسجلاتها الحافلة، بسجلاتها وانجازاتها الكبيرة. لنعود إلى شعار كبير، إلى شعار مثير، إلى شعار عجيب بالانطلاقات. مقدما لنا هذا الشعار تحديات عواد على المركز الأول. الله يا عواد، كلما عدت النداء تابع عواد ما زال مسيطرا محكما الغبضة مع المركز الاول ومع الصدارة، ليكون حاضرا بشعر محمد بن هزاع النايفة، لكن ينخطف المركز الاول من قبل عجب. عجب على المركز الاول، عجب بدا يصنع العجب بانطلاقته ليقدم هذا الانطلاق العجيب على المركز الاول بشعار المسند عبد الله ناصر بن عبد الله المسند مع المركز الاول. الله يا سراب من بدا يتسرب نحو المركز الاول، نحو البدايه كالسراب يندفع مع البدايه ومع مقدمه هذا الشوط. احمد بن محبوب مسعود رمزان النعيمي على البداية وعلى الصدارة. شوفوا عجب على المركز الثاني بشعار المسند. المركز الثالث شعار هنالك غادم شعار بن عمارة غادبا بتحديات مستحيل. راشد بن علي بن حتروش المري من يقدم لنا مستحيل، وهذا الشعار الذي حضر بمنافسات الصغار وحضر بتحديات الكبار وقدم لنا الأسماء مميزة برفقة حمد بن طالب بن عمارة، حمد التوقيتات المميزة في هذا السباق المحلي الثالث، ليقدم لنا مستحيل بهذا الانطلاق المستحيل نحو المركز الأول. المركز الرابع أتابع قاصد لمحمد بن فاراب بن عتيق بن قريع المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس يتواجد شعار النعيمي، لكن أعود إلى البداية، أعود إلى مستحيل. الله يا مستحيل، لكن مبلش الله يا سلالة مبلش، ماركة مبلش من بلشت بالانطلاق مع المركز الأول، لكن شوفوا عجب غادم، المسند غادم، الله الشرس، لكن الجربوع على المركز الأول بتحديات البداية بتحديات المقدمة. مبلش عجب الله، انطلقت الزمول، هدير الزمول، فحول المستقبل، بنوك الانتاج مع هذه المنافسة الكبيرة. ناصر بن عبد الله المسند ملك السيوف يقدم لنا تحديات عجب على المركز الاول. يا للعجب بتقديم مثل هذه النوعية، لكن عاد مبلش اللحظات الحاسمة، خط النهاية يقف مرحبا بقدوم عجب. مبلش عجب اللحظات الحاسمة، الله، لكن عجب باللحظات النهائية يختطف ناموس هذا الشوط الثاني. والتبريكات لناصر بن عبد الله المصري المركز الثاني، وصل مبلش لعبد الرحمن بن محمد الجربوع المري المركز الثالث، وصل قاصد محمد بن فرام بن قريع المركز الرابع، سياف محمد بن فيصل الشوال المركز الخامس،
مستحيل لراشد بن علي بن حتروش. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط وشاهدنا معكم هذا الانطلاق الثنائي الجميل ما بين مبلش وما بين عجب، لكن عجب المسند كان على الوعد حاضرا بانطلاقه محققا المركز الاول بشعار ملك السيوف. هذه لحظة الوصول الى خط النهاية، توقيته الزمني 9:46، 13:00 ثاني تبريكات لناصر بن عبد الله المسند، والتهلي راشد بن بطل الزعبي من قدم لنا عجب. المركز الثاني وصل مبلش 9:46، 15:00 الثاني تبريكات لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوع المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل قاصد 9:49، 63:00 الثاني التبريكات نزف لمحمد بن فاران بن قريع.